أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبد أيوب وشفاه من بلايان ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد. يا ناصر جميع المتوكلين عليك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزاء، لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب وانظر يا إله عوننا، وارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله أبانا القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة، أظهرت حبك للبشرية أيها الرحوم، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاض من أجل اسمك القدوس، لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك واسحق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.